بنرحب بمحمد طارق من الشرقيه ومحمود عبد العزيز وعمر مصطفى من القاهره ومشروع علاجي. اتفضلوا يا شباب، اتفضلوا. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. انت كنت بدور على دواء لمراتك؟ اه كنت بدور على دواء. وبعدين لفيت مصر كلها وما لقيتوش غير في الشرقيه، بقى اضطريت ان انا اروح الشرقيه من القاهره من هنا. طب نشوف بقى ايه الفكره، اتفضلوا قدام اللجنه. ايام لما كنت بدور على علاج كنت فاكر ان الدنيا سودت والدنيا مش هخلف بقى وخلاص، بس ابتديت ابحث في الموضوع لقيت ان المرض اللي كان عندي دوت او المشكله اللي عندي هي اقل مشكله في المشاكل اللي حصلت في الامراض الدم مثلا، حاجات نادره جدا ومحتاجه دواء عاجل، وفي الاورام يعني كذا 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 مرض بيحتاج العلاج دلوقتي، وهو ده اللي احنا فكرنا فيه. بحثنا انا وفريق العمل على ان احنا نوجد حل، والحمد لله لقينا الحل. يعني وكان الحل المفروض ان هو حل تقني، عايزين نعمل نوع من الداتا فلو او نعمل سايكل يكون فيها الفارماسيست اللي موجودين او الصيدليات كمؤسسات، يعني ان ممكن كل فرد دلوقتي في ايده سمارت فون. فكان الحل ان لا، اي انديفيدوال او كده او صيدلي كيوزر معاه سمارت فون احنا نقدر نخلي اليوزر او المريض يبعت ريكويست، الريكويست ده يعمل داتا فلو او يوصل لكل الابلكيشن يوزرز او اللي هنا احنا بنسميهم اللي بيمدوا الابلكيشن بتاعنا بالديتا اللي هم الصيادله. فاي منهم عنده يقدر يوفر العلاج ده للمريض في الحاله دي بيقدر يدوس ابروف او افيليبل فابلكيشن. يعني انتوا بتقدموا ابلكيشن موبايل ابلكيشن، موبايل ابلكيشن وويب ابلكيشن، موبايل ابلكيشن بحيث ان نخش كل الفارماسيز او الصيدليات مشتركه فيه بالظبط، وبنشوف الستوك بتاعها بالظبط. احنا بدانا في اولوياتنا بالمهم جدا والخطر جدا اللي هي الحالات اللي عايزه دلوقتي العلاج، فبداناها كده يعني حاجه بسيطه. ابتديتوا بامراض ايه طيب او بادويه ايه؟ امراض زي مثلا الاورام الروماتويد، الاورام السرطانيه، امراض الدم. لو انا عايز بدور على دواء اكتب اسم الدواء، هتقوم تنشر الطلب ده على جميع الاجزخانات اللي في مصر، ها، بحيث اللي عنده يقوم قايل انا عندي. أيوة. صح؟ احنا ابتدينا بقاعده الصيدليات لغايه دلوقتي من درجه ال 500 خلال ايام وصلنا لحوالي 200 وشويه. ال 200 صيدلي بيدفعوا لكم فلوس ولا لا؟ لغايه دلوقتي عاملينه فري، ولكن المفروض ان لما هيدفعها الخدمه بجد هيبقى ليها فيز. اوكي. يعني دول عملناها زي ديمو كده فيرجن. شكرا يا شباب، شكرا محمد ومحمود وعمر، والنتيجه بعد الفاصل.